احتفلت كلية إدارة الأعمال والاقتصاد في جامعة سيدة الويزي باعتمادها الـ AACSB تحت عنوان رفع مستوى التميز منظور نبيل في تعليم إدارة الأعمال. وحضر الاحتفال الرئيس العام للرهبانية المارونية المريمية الأباتي بيير نجم، المدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب، ممثلا معالي وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، رئيس جامعة سيدة الويزي الأب بشارة الخوري، عميدة كلية إدارة الأعمال والاقتصاد في الجامعة الدكتورة فيفيان النعيمي، رئيس مجلس الأمناء معالي الدكتور زياد بارود، ضيف الشرف ريتشارد روبرتس، إلى جانب أسرة جامعة سيدة الويزي ورؤساء الجامعات والمدارس، الهيئات الاقتصادية وعدد من الشخصيات الروحية والأكاديمية والتربوية والثقافية والإعلامية. بداية، عبرت عميدة كلية إدارة الأعمال والاقتصاد الدكتورة فيفيان النعيمي عن فرحتها بنيل الاعتماد. نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور ميشيل حايك لفت إلى أن الهدف لم يكن الاعتماد بحد ذاته، إنما الهدف الأساسي كان التطور للكلية خصوصا وللجامعة في شكل عام. في السياق، أكد رئيس الجامعة الأب بشارة الخوري أن هذا الاعتماد هو عالمي. المدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب من جهته نوه بعمل الكلية، واصفا هذا الاعتماد بإنجاز استثنائي ومن أصعب الاعتمادات التي يمكن الحصول عليها، معتبرا أن بأمس الحاجة اليوم إلى طرق ومسارات جديدة ترسم طريق الوطن ومستقبل طلابنا. وفي الختام، فاجأ الأب الرئيس ضيف الشرف السيد روبرتس بهدية مميزة عبارة عن شجرة أرز تحمل اسمه غرست في محمية أرز الشوف.